راكب القطر الاكسبريس بتاع مصر اسكندريه دي على طول كده ما يقفش على مخطات ابدا. اكس بقى على طول ماشي. مصر اسكندريه كده على طول. فهمنا. ما يقفش على مخطات. حلو. خلي بالك انا كنت راكب فين؟ فين؟ فدرجه اولى اول عربيه، العربيه اللي ورا الونس على طول. اه ورا الونس. ورا الونس على طول. اه اللي ورا الونس عدل. ايه دي انت بتقول ونس ليه؟ انا بس اللي اقول ونس على لسان انا خواجه، لكن انت تقولها ونش. خلي بالك القطر ماشي بسرعه ما يقفش على مخطات. اكس على طول على طول. والقطر ماشي قدام المخطه بتاع طوخ. لقيته واخد سخبي على مخطه طوخ دي، كان بقالي مده طويله ما شفتوش. وخيسني قوي. خلي بالك انا كنت راكب فين؟ الونس على طول، اللي ورا الونس على طول درجه اولى. رحت خادف نفسي على سخبي ده والقطر ماشي. والقطر ماشي. حدفت نفسي. ايه بك حدفت نفسي على سخبي ده، خدته بالخدم بوسته من هنا ومن هنا ولحقت اخر عربيه. يا فشار. طب دي حصلت يا خواج. حصلت؟ وانيل منها. خلي بالك انا كنت راكب اكس برضه كده مصر اسكندريه السريع قوي اللي ما يقفش على محطات زي على طول كده على طول. حلوه كده. ايه ولمحت لك انا كنت راكب فين؟ فين؟ في السبنسه اخر عربيه. خلي بالك. انت في السبنسه اخر عربيه. ايوه واخد بالك. اخر عربيه. واخد بالك السبنسه. في السبنسه اخر عربيه. ربنا معانا حيد راجل. في السبنسه اخر عربيه. وبعدين؟ لمحت صاحبي ده على محطه طوخ. حدفت نفسي عليه. بوستو كان وحشني بقالي 130 سنه ما شفتهوش. والقطر ماشي. والقطر ماشي. حدفت نفسي عليه وبوستو من هنا ومن هنا بعد جاب الشاي وشيشه وولعنا يعني قعدنا ناخد وندي وزي الاحوال والاولاد والحاجات دي كلها. وبعدين؟ وتمام ولحقت القطر. مش هتصدقني. ايه لحقت القطر اللي انت راكبه؟ لا الكذب خيبه اللي قبله.